شباب الكم. تفضل يا عامر لتستلم الشيك بمبلغ 5 ملايين ريال مكافأة المساهمة في القبض على سفاح منفوح. كم يا عامر؟ كنسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنسل؟ زين انك قومتني باخر الحلم. يبا حلمتني مسكت سفاح منفوح واعطوني مكافأة. حلم الضبعة. كم صار المس؟ كم؟ أبوك التحطيم. دحين أنت مسكت السفاح؟ قام يا واد على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما أنا بكفو. مين أنت بكفو؟ أقول المرة الجاية تغطسين ونام أحسن لك. يا ورع أنتوا يا. أنا أحلامي بطولات وأنتم حققوا أحلامكم بالكود والبلايستيشن. وحلمي ذا أبا حققه. يابا ذا سفاح ما يلعب. عامل انا معك. صاحي انت الثاني. يمكن يطلع كلامه صحيح. لا تضيع علينا الملاعين. كفو يا كفته. خلهم هم يلعبون بلاي ستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام بزوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسة تقول تدلي بمعلومات. يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السبع. يا سبك مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب أنت قلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي. في شاس سكن في العماره يا اخوي. حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا. عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في اخوي. احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منه ومنه ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي وديك على المشاكل هذا عدو عمره ما راح يكون صاحب. وبعدين راح يجري وراه حلم عامر. خلنا نشوف نهايتهم ونهاية احلامهم هذه. هلا شو بغيتم؟ البيت الإيجار؟ لا حبيبي مو الإيجار. يا ابن الحلال تكفى في زعلنا. صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولون عندك بيت ثاني فاضي. خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق قال ما بيجار زهجني. موقفي ملبقي ما أدري وش. خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قوم الأحلام وتحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا. وعندنا خطة. أيوه. وش ليه إذا مسكته؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا والجريمة الثانية هنا والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخب العزول؟ قاعد يفضحنا بالتيك توك. وشو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا تدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه. ما احنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ 5 مليون.
تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا اخوان هذا كفته كل شويه يطلب قسط قسط يا اخي، تعبني يا اخي، خلينا نقبل ونشوف ايش عنده. قفل البت اللي عندك يا اهبل. ايوه هاي كفته. حصلته سفاح يا سبايدر مان. بزر انت بزر بلا مبزره، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلاك بوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مره يخوف. يا ستيمة لا توهجنا مع الناس. أنا سمعت صوت جارنا الله يرحمه وطلعت بسرعة وشفت السفاح، لمحته مع الجنب وكل شيء عندي قلته للشرطة. حنا عندنا حلم ونبغى نحققه. نبغاك تقول لنا كل المعلومات، وإذا وصلنا له لك 1%. اسمع، أنا بجيب لك رسام وبيك توصف له وهو يرسمه. كل هذا 1%؟ خلاص أبعطيك 3%. وش قلت؟ تم، مشينا يا عيال. تعال، أنا قد شفتكم هنا بالحارة، وش عندك؟ مشينا. يا أخوان هذا سفاح يقتل بلا رحمة، هدفه شغل الشاغل اللي يقتل الناس في المتعة. 3 أنفار قاتلهم ولسه قابل للزيادة، قلبه ميت. تخيلوا يا أخوان يقتل الناس للتسلية فور فن. وعامر هذا مصدق نفسه بيجري وراء يبغى يجيبه ولا دوبه؟ والله دوب. وانت وش عندهم ذولا؟ عموري أنت بتحرجني مع أبناء العمومة، أعرفك عليهم. زكي كنبة، سمير دقر لي، محمد صف الدقيق. أم عاد ذا صف الدقيق. إيوه صفو الزبدة. أنت للحين تعرف ترسم؟ سؤالك دا أحسه ملغوم، ليش تسأل؟ يا ابن حلال لا تشدها، أبيك تروح معي منفوحة، في واحد بيوصف لك السفاح وبيك ترسمه. توكل توكل على الله بس، بطلنا الأمور دي إحنا. شف إذا رحت معي ورسمته أبعطيك 1,000,000 ريال. أرسم وأرسم أبوه. أنت من أنت؟ أنا زكي كنبة. أقعد 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 الله يصلحك، أنا أكلم خويي. فيك أم كنكا، فيك أم كنكا، بدون مشاكل يا أخي. أسمع يا عموري، أنا بموافق بس بشرط، بدل 1,000,000 تصير 2,000,000، لأني راح أضحي بنفسي وراح أستخدم موهبتي في الرسم. إيه سلامات، تبي تزرفني أنت بتزرفني؟ تستهبل أنت؟ شو لوحة فان جوخ وكم تنباع؟ أقول هد هد عيتو ها، لا تشدها، هذيك لوحات فان جوخ. وهم مشكلة أبعطيك يا عزوز 2,000,000 بس تدزها معي الحين. حلو كتير. 3 أنفار شافوا السفاح صحيح؟ صحيح، بس كل واحد شافه من جهة،
تقدر ترسمه؟ أرسمه وأرسم أبوه كمان، بس أهم شيء أجلس معاهم هذول اللي شافوه وصفوا لي كويس. عرفت ذا؟ متأكد؟ إيه شيخ متأكد. أشبه واحد اسمه سعدون ساكن في الحارة. كذا أبشر بالخمسة بالمية. هذا بيت عيال. مع عائلة؟ لا الحالة. عز الطلب. هذا هو؟ إيه هذا هو. يا جماعة هذا شكله مجرم. نفس الصورة. كفو مرزوق. يا أبويا الوضع ما يطمنينا. أنا خايف الصراحة. أستأذن. أجل تبي مليونين باردهن برده يا تنكة. عشانك رسمت لك صورة يا بيكاسو. حبيبي أنا حق أخذه كامل مكمل. مو عشان لقيته رأى الصورة تسوي حركات تسحب عليها. تبي الدراهم؟ اللطع بذا. واضحة وصريحة. دام اشرى الساطور معناته بيضرب ضربة الليلة. بسأل سؤال، احنا ايش قاعدين نسوي هنا؟ نروح نراقبه ونمسكه ونتلبس؟ لا، هو دايم يسوي جرياته بعد الساعة 12. الساعة 11 وصل الحين ما بقى شيء، وش نزين؟ اجل مشينا يا عيال، بس وشو؟ نلتزم بالخطة. معنا يا نمس بوند. وانت عزوز معنا؟ لا انت روحوا معكم الرحمن، انا همك انتهى. هذا نظامك، خلك. يلا عيال مشينا. الو ايوه زكي كنبة اسمع ابغاك تجيني ضروري. ها برسل لك لوكيشن. تعالي انت والعيال ضروري أمانة. تعالوا يلا سلموا لي. وش السالفة؟ إيه وش ذا الحظ؟ شكل الحارة كلهم قفطوه. تأخرنا حنا. قلت لكم نطلع بدري ما سمعتوا كلامي. مشينا يا عيال. وش السالفة يا حبيب؟ السفاح. إيه أدري مسكوه؟ لا قتلوا المسكين سعدون. أم عاد من جدك؟ إيه وش أجل بمزح معك خويك أنا. يا أخوان أصبروا، هذول هم اللي كانوا راقبون سعدون وأكيد هم اللي قتلوه. إيش بتسوي بالفلوس يا حسو يا حبيبي؟ الله يزكي كنبوة، 5 مليون كتير. المليون الأولى أشتري بس سيارة لنفسي فيها، والمليون الثانية سوسو حبيبة قلبي وفؤادي، جارتنا في حارة يمن
أروح أتزوجها على سنة الله ورسوله ولا شيء. شيء خلي رايح جاي، إنما باقي الفلوس أحطها في الأسهم في العقار حاجة زي كده. دائما متوقع كنت إنه الرسم هذا راح يفيدني. بس لا تنسى أصحابك يهو، دايم وجهك وجه خير علي وعلى أهلي يا حبيبي. أكيد ما تشوف مني إلا كل خير، أستنى بس أنت. سلم نفسك المكان معاصر أشي. أنا أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة بعامل والعصابة حقته، هم اللي يقعد يحلموا ويروح ورا حلم، أنا ما لي صلاح. أنا اللهم إني رسام بس أرسم، وحتى رسمي يعني مو قد كده، ما 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 أجود الرسم. أنا أمش قدامي حرر، أقسم بالله والله إني ما أعرف أرسم، بس أمي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو كله من عامر أبو الأحلام. بس خلاص 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 أدخلت وياه. ايوه هذا هو، هذا هو ابو الاحلام. ما شاء الله عليك انت وياه، ماخذين دور الشرطه ها؟ والله ما قتلنا طال عمرك. عارفين انكم ما قتلتوه. طيب ليش ماسكيننا؟ تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال. بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين. قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه مو اللي يقبض عليه. اسفين طال عمرك، احنا تحمسنا شوي وهجت بنا، اعتبرنا مثل عيالك غلطنا، لكن انا لك علي باللغه العربيه. وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي، يعني يزود معلومات، ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه، لآخر مرة أقولكم لا عاد أشوفكم في المكان ذا، فاهمين؟ أبشر طال عمرك، لو تبي نشد من الرياض كلنا نروح للقصيم، أنت أومر بس. والحين نضف أغراضنا. قال أحلام قال، يا شيخ سري لك بأحلامك اللي ما تنفع، كنا بنروح غلطة بسببك أنت. إيه لا تنفخ لا تنفخ، ما حد ضربك على يدك انت وياه وقال لكم تعالوا. انا الغلطان اساسا اللي اسمع كلامك، اصلا ما عمري شفت لك حلم يتحقق. حبيبي انت هو قايل لكم لا حد يسمع كلام الاهبل ده، ما صدقتوني. احترم نفسك ولا تقول اهبل ها، عض على شحم. حبيبي انت اللي عض على شحم. مد يدك مد يدك هنا، سمع عندك انت وياه يا عيال ايش فيكم؟ لا تنسون ترى قربنا من الهدف. اي هدف يا ابو هدف؟ خلاص لا تكثر كلام، فلوس الأجار بنعطيك إياها. عامر ترى السالفة مو سالفة إيجار، الصورة ذي صورة السفاح، أنا عارف واحد ثاني يشبه المرحوم، هذا مجرم وخريج سجون يا عيال، ولكن اليوم بنجيب. حبيبي أنت كمان حالم ولا إيش هرجتك؟ لا يا عيال مو حلم حقيقة ذي، بس اصبروا عليه ليلة واحدة بس، لا تنسوا الخمسة ملايين. طيب أنا بجلس، بس البازور ده ما أبغاه هنا. لا 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 لا، انت الظاهر تبي كف ثاني ولا وشو؟ عامر خلاص انت تمشي بتنام عندي اليوم. امشي تفضل يا حبيبي تفضل ارتاح. بيت بيتك ها، اي شيء تبيه انا تحت امرك، لا تستحي. شكرا حبيبي مرزوق، يعطيك العافيه. نوم العافيه يا كبير. عافيك. يخسوي عقب ما ياخذ ولا ريال. لا 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 كذا عيب، الرجال رسم وتعب وانت وعدته اعطيله حقه. وله ليله ياخذ، اجل يزمر على ود عمي. انا مع العيال، اجل حنا اللي نتعب ونروح ونجي ويسحب علينا ويروح. وانا في ان نصيبي تونا ما استلمنا شيء، خلاص نصيبك بيجيك لا تشدها. مرزوق مرزوق أبو بويا. Thank you.
عزوز، عزوز افتح، عزوز افتح، افتح، افتح عزوز، افتح، فك الباب. طبعاً أخوان بعد الاستعانة بالله ثم جهودي وقوتي وصرامتي وشجاعتي تم إلقاء القبض على السفاح الجائر في الأحياء. أخوان أنا من أول داري إنه مرزوق هو السفاح. أنا رحت لمت عنده متعمد يا أخوان عشان أقفطه. طبعاً أنتوا ما تدروا، ما تدري سعادة المذيع لما مسكته إيواني وين يتبكبك، قاعد يتبكبك ما في إلا كف باليمين وارده تاني باليسار، ركبه منه وركبه منه، امسك لا تمسك، قاعد تبكبك سعاده المذيع. المهم وادق على الحكومه اللي جاوا لبوا النداء وهلقوا القبض عليه. عزوز البطل يملك 5 ملايين ريال، ماذا سيفعل بها؟ راح اشتري لي عماره في المسفل عندنا في مكه واجرها للمعتمرين. شكرا للبطل عزوز. يلا سلموا لي. سوف نتابع ما تبقى من التغطية للقبض على سفاح مفروض. ياهو ياهو يا عزوز، طب احنا خويانك ايش لنا؟ حبيبي ما لكم الا ادفع لكم ايجار الاستراحة سنة كاملة. اما انت يا عامر راح اشغلك صبي عندي ثم الايجارات حقت مكة. كيا كم مكانك. يا واد عيب عليك، انا شكو شكفوا احكام يا عيال. مع بعض مع بعض الدعم على الدبل. اوكي يلا يلا يا عيال يلا بدا اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كنج عيال مع كنج اي ابراجك يا محر. والله كفو كفو كفو. تامر حمزة وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو اي اسودك يا كنج. كفو كفو يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام هات احكامك. اقول هد هد بس شكلك منضغط صح. اقول لك لا تكثر كلام هات حكمك الاول. الحكم الاول شف ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرحه البيضة تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث شفت البرج اللي فوق راسك ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كفو احكامي شكش يا عيال. شيروا البث ترى بالبث. ها الحكم يتنفذ بالبث. انا مري انا مري. ايه فقي خلاص نفذت لك الحكم سري لك. هي ايش يبقى انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سريلك. امشي يا واد.
وينها؟ وينها؟ ولك عين تطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالساعة كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. اف اف شريحة المعفنة أكيد من الرقص وصيعت الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. جاء إن شاء الله. احنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانيه. لا تخافين يا بنت الحلال، انا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. وداخلت حمامنا بعد؟ ورا ما تسبحتي بحمامك؟ لا ولابس الرب حقك بعد. هذه مي بصاحيه، مي بصاحيه. لا لا مي بصاحيه، مي بصاحيه. تندي مهبوله مهبوله. وش اللي جايها؟ يلا غرفتك يلا. اوكي بابا. مره ثانيه ما في صوت كبير، أنا روح سفارة. قوم يا ولد. النشبة ذايبيك دربد، النشبة ذايبيك دربد. يا عيال شكو شو اتصل؟ النشبة ذايبيك. الو انت وينك يا شيخ؟ الله يرجك انت وتحدياتك. الرجال خطفني يحسب لي شغالتهم. تعال طلعني من هنا. طيب وين مكانك يا ابويا؟ ما ادري، حطني في الشنطة زي الغنمة وجابني هنا ونادى حرمته وهزأتني كمان. ام عاد لا يكون شفت زوجته بس. شفته وتروشت في حمامه كمان. صاحي انت؟ والله لو درى انك رجال نذبح. ايوه انا في بيت كافيل. هذا بابا ناصر بيا بيا. ماما فوزية قلب طير. قفل الجوال يا بنت الذين. هذا الجوال هو بالمصايب. من اليوم ورايح ما في اي جوال. طيب بابا ما في مشكلة. ابوك النكبة. قفل الخط عيال. لا يا شيخ ترى انت اللي انكبته ضعيف. وانا وش دخلني؟ أنا تحديته وهو قبل التحدي. طيب وش السوات الحين؟ عادي يا شباب خلوه ينقلع. أنت كل تراب. هذا خوينا ولازم نوقف معه. دمرت هدومنا. هذا كلور للملابس البيضة. ناصر ناصر خير؟ وش فيه؟ أبيك تشوف حل الخبلة هذه. زهقت منها، حاسة إنها قاعدة تستهبل علينا. أنا خلاص ما عاد أبيها. انقل قفالتها. يلا 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 قدامي انقلع الوجهي. حسبي الله عليك خبلة.
تسوين؟ وش تسوين انت؟ تبي التحليل؟ ما تخافين الله؟ اسكت ارجعي ورا يا عالم. وين الناس؟ وين الناس؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انزلي. ما في انتحار. اسكت اسكت. ماني ساكت. تنزلين الان. حسبي الله يا ناصر يا ناصر. يا الله يا الله يا الله يا الله. اسكت يا الله. ما تفكر كرتة فضيحة. يا الله اسكت. انزلي يا مهبولة انزلي. بس شلت هنا. الله لا يوفق اسم الخدامة. انا جاي سرحين. بشر نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل. إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها. يلا حبيبي العشاء جاهز. يلا. شكوش وش ذا الرقم الغريب؟ اسمع قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني. تراه منزل اعلان وبينقل كفالتي. ام عاد ينقل كفالتك تستهبل انت. طب ورمت الحاش. الحاش فين؟ الرجال مقفل كل الابواب. خزن الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع. يلا سلام. عاد وش تنتظر؟ دق عليه بسرعه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ معك عامر. نبي نشتري منك شكش. اقصد الشغاله اللي مسوي لها اعلان. طيب بكره الصباح تجي عشان نتفاهم. لا 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 انا والدتي تعبانه والان ابيها محتاجه. بكيفك تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم. أرسل لك اللوكيشن. أوكي. فوزية فوزية. سم أبشرت بيجي واحد الحين بينقل كفالتها. خليها تولي معفشة. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب. أخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. أبا أروح أكلمها تولي معفشها وقلحها عن وجهي. يا عيال خوينا في ورطة ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم ورطة بحكمك البايخ. ورا ما تنقل كفالته عليك انقلوا على كفالتي انا عشان امرمطه مرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت فضيلك بعد. اسمع ياسر انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم. اعتبرها دين بردها لك. خلاص اوكي ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. أف عليك كفو يا ياسر. 25,000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع أنها غالية شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والإقامة، وبدخل موقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك. أنت تزه لبيتكم. يلا امشي أنت. صندقي. يلعن بليسك. وش اللي صار معك؟ يا أبوي أنت فقي ولا كبتنا؟ يا عيال يا عيال أبغى أتزوج. طلع حمام المتزوجين مرة ظلة. بابا وديني البوليفارد. لا حنا بنوديك المقبرة أحسن.
يا ابوي دزها الحين. وش تبيني اقول لابوي لو سالني عن الفلوس اللي سحبتها؟ خلاص خلاص لا تصيح، ها انا بضبط الموضوع. اهدى يلا يا شكوش، ترى ال 25000 حقت نقل الكفاله اللي دفعها ياسر. شكرا. شكرا وش نستفيد من شكرا؟ الرجال موعده بشهرين اعطيه فلوسه. يا ابوي انا من فين ادبر لك 25000؟ اشتغل شغاله. اهدى اهدى من كذا، مسوي بتمسك عليه السالفه؟ وهو صادق كفته، امي قبل يومين جابت شغاله اعطتها 400 ريال بثمان ساعات. واذا قلنا 400 في 30 هذه 12000، في شهرين 24000. اي بس باقي 1000. مسامحه. كفو والله. هي انتوا مجانين ولا ايه؟ ايش الهرجه؟ ايه اذا تبيها جنان لا تنسى تراك على كفاتي وجوازك واقامتك عندي، وفي اي وقت اسفرك خروج نهائي. يا ابوي ايش الهبل ده؟ بروح ابلغ الشرطه. راح بلغ تدل القسم. بس لا تنسى ان الرجال اللي دخلت عنده بالبيت شايف زوجته، واذا درى انك رجال راح يذبحك. الله الله في الشغل السنة، لا تفشليني يا ماري. فشل عقلك يا فقي. أبا ماري. شوفي يا ماري، اليوم حفلة تخرج شهودة وأبيك تجهزين. أوكي مادام. سالي. نعم مادام. تعالي شوفي ماري بتساعدك اليوم بالحفلة. Jadi orang enggak seperti orang senegara sendiri. Uskut, uskut ya enti, itu oleh matbah. Kamu Indonesianya dari mana? Anti iskala. Alhin enti, min Indonesia. Mat arifin kalimat Indonesia? Ana mabi maklum Indonesia. Baba ana min Indonesia. Mama ana di Sri Lanka. Ana maklum Sri Lanki. Hey, mage gama anda tu pure? Hmm? Sri Lanka mage gama anda tu pure? Ana mami maklum Indonesia. Mami maklum Sri Lanka. Ana maklum Saudi. Hai, hayyan. Lifi jeder mai tal'ah illa melas. مرحبا اخوي. اي نعم معك شركه الصنعه. بكره متوفر. وين موقعكم؟ المزحميه. مزحميه ما بقول انت. المزحميه عندها تفتيش، وش فيك؟ خل الموضوع علي، اسكت انت وياه. شوف انا اخوك، اذا تبيها مع التوصيل ترى في رسوم زياده. داخل الرياض ب 400 ريال، خارج الرياض مع التوصيل ب 1400 ريال. تجي تاخذها؟ خلاص اوكي، في انتظارك. فمان الله. مزاحم يا بعيد. والله اني ماخذها بعد خدمه، شايف الديره ما عند احد وانا مشغول في الرياض. اف عليك ميري، تعجبك تطبخ تنظف تكنس، حتى كبار السن عنده خبره معهم. لا وابشرك بعد تعرف تطبخ ذبائح. ما شاء الله، هذا عز الطلب صدق. لا ما في طبخ ذبائح، اتفاق كنس نظف بس. يصير خير يصير خير، ارتبي الحين ارتبي. يلا حيه، يلا مرحبا يا ابو مطرق، يلا حيه بكل بقايا المرحبة. تحيه ودوم. ما شاء الله جايبينكم شغاله. اي والله يا اخوك، جبناها بهت خدمه الشايب ومن الشايب الحاله. انت متزوجه؟ ايوه انا زوج، بس زوج انا موت. والله ساعه الهدى ورا ما تزوجون هالعود وتضمنون قعدتها معه. ابيها 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 ابيها، هذا اللي ناقص. قوم يا ولد. يا اخي ذا الفيلم رهيب. اي والله. ايه اسمع انت وهو متبلغ عني، بلغ طز. الموضوع وصل هنا، الرجال بيزوجني ابوه، مجنون انت؟ عامر سمعت ايش يقول؟ يا حبيبي اجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبه ذايبي، النشبه ذايبي، النشبه ذايبي.
الو اي شركة السلع للخادمات. هلا يا خالة سمي امريني. تبين خدامتين؟ ابشر بعزس. متى تبينهم؟ خلاص اوكي حضروا لي بكرة. ارسل الموقع. مع السلامة. يا عمي سري لك ماني متحرك اي مكان. غبي انت غبي. الطلبات كثرت. بعدين لو انك موظف ما تجيب الفلوس ذي. اسمع يا شكش. نبي نعطيك 30% من الدخل. وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد. ولا بطلنا. شوف الطماع. خلاص يا بزر 50% لا تصدقنا. انت بزر. طرق. خلاص اوكي لا تهايط. بس في مشكلة الحين. وشي؟ الحرمة طالبة شغالتين. طيب شلون بتدبر هذي؟ ها؟ أبد خلى الموضوع علي. هذول الشغالتين اللي طلبتهم من أحسن الشغالات اللي عندنا. الأخت سيلانية وهذه أندلسية. كم هير؟ كم هير قدامي؟ كم هير أنت قدامي؟ الله الله بالمعاملة الطيب وأنا أخوك. هذول جايين متغربات ويترزقون الله وأمانة بعناقنا. هالحين أنت وراسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتهم عندي هنا. اقلب وجهك انت وياها. يلا قدامي عند الوالدة. يلا كم هير. اسمع ما ابيك ولا تتكلم ولا كلمة. ياوا عشان ما تنكبنا. ياوا خلك اطرم. ياوا خلك اطرم. ياوا اقول لك خلك اطرم. ياوا ياوا خلك اطرم اقول لك. شو اسمك انت؟ انا ميري. وانت وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين. طرم انت ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما بي اسمه ما بي كلام. هو صغير تيه فوق راسه شجرة. هذا النتيجة. يا ساتر الله يشافيها ويعافيها. طيب أبغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين. ها إيه شكلها شاطرة وسنة هذي. أقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما بي كلام. أنا ما في معلوم جريش. معلوم هذا منتو فربوزة يقوموش حركات. سلام عليكم. عليكم السلام. شلون ام مسفر؟ بخير يا يمه. عازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي. لا القهوة ولا الغداء. ولا وصيك يا ام مسفر نبى ذيك الجريشة وذيك الكبيسة اللي ما عد وراها يا يمه. الله يحييه يا يمه. وهالحين بسوي لك القهوة والغداء. هذول باين عليهم ونمك ما عندهم دبرة. خلهم بس ينظفون ويغسلون لي هالمواعين. ومن تجهز القهوة بيجيبونها لك للمجلس. الله يا ستر لا يجيبون فينا العيد. بس تبي الصدق ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا. بصراحة مشروع بطل. عفو عليك انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا. سلامات يا ابوي شكلك ناوي تستقدم شغالات جد. لا ما يحتاج انت وصالح موجودين. ابلش. امسكي امسكي امسك انت الثانية. يلا روحوا ودوا المجلس. تحركوا. اوكي ماما. نعم ظليت. لا اله الا الله. ما شاء الله حياك الله والله يا ملاح. الله يبيك. بيت اخوك ويا مرحبا. الكلب قطال عمرك. والله الساعة المباركة. الله حياك الله يا ملاح. يا مرحبا. ايش رايكم في الفتى النشيط عموري؟ ها كيف ظبطتوا ولا ما ظبطتوا يما؟ هذه اغراضك كلها جايبها من البقاله. وش ذا؟ ليش ما قلتوا لي؟ في اغراض كنت ابيها. حتى انا في اغراض كنت ابيها. لا يا شيخ، وش تبيني اسوي؟ اخذ ميكروفون واقعد ادور بالبيت واقول من يبي بقاله؟ من يبي بقاله؟
راجع على البقالة، ماني براجع، مشكلتك انت وياها. خلاص لا طلع بعدين يجيبها لكم. ماما صابون معاين خلص. البقالة فيك فيك، روح للبقالة ويرسلون طلباتهم على الجوال. اي بس توني جايبه. والله لو انك جاي من القصيم، البقالة باخر الشارع. يلا روح لمها انزلع. سم سم. الو، أبوك النكبة، شو أسوي الحين؟ خير إن شاء الله، غبي يعمل ما تشوف؟ آسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين أصرف هذي ها؟ وين أصرفها قل لي؟ أنا أصرفها، خليها علي، عسل على قلبي. مسموح ما جا منك. أسعدها من فرصة يوم صدمتني. أنا أسعد بس ما عندي تأمين. ما بي منك شيء، ما بي منك شيء. لو تروح سيارة تعالي. أكيد ما تبي شيء، يعني أدزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة دزها. طيب حط. ترف السلام، الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض، وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شي جبت المفرحات اللي أبغاها. أي كنت نسيت شي زي العادة بس. أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سوح. الله يعافيك يا عامر، تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك؟ هذه لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عمري يا عموري. أم عاد عموري، آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب، لك فضل علي. كلي لك يا عموري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يما، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام. لا
النشبة ذاي بيك دربد النشبة ذاي بيك دربد النشبة ذاي بيك دربد النشبة هلا يا قلق تجي الاستراحة يا ابوي خش الموضوع قول له على الكبسة اقول لك وانت جاي يا عامر جيب حبة مندي مع الرز ابشر بي يا كفتة يجيك احلى كبسة انت القعطية اللي معك مع السلامة ابوك يا الزحمة تفضل تفضل في طريق يا اخوان تفضل كيف اقدر اختم عطنا حبه مندي واربع لبن حبه مندي ايه حبه مندي وكثر الرز ها وحط بصل سلطه مطحون ملاعق زياده صفر اي شيء زياده حطه ابشر لعيونك كفو والله شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر وهذه كرامة له وعذرنا على القصور تفضل حياك الله كفو والله سموا يا عيال سموا ألو الأخ عامر معاك مرور الناصرية أنا مالي دخل طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح أبيك تجينا الحين أبشر أبشر الحين أجيك كل كلوا يا عيال عادي دخلني أنا الرجال يتهمك أنك صدمت سيارته وهربت قسم بالله ما هربت هو اللي قال لي ما بي منك شيء حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك حضرة الضابط هذا كذاب نصاب هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة فورك قلبت نعم طال عمرك تسمح لي بس خمس دقائق أكلمه شوي خمس دقائق كثير دقيقتين أوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم اسمع تنازل ماني متنازل لا تقعد تقلب راسي ها للحين صامل ما تتنازل متنازل ما في منك شيء مرة لا 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 حقك أنا صدمتك واستاهل السجن لازم لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام تكفى بسم الله عليك من السجن طب اسمع اذا جاء الضابط تكتب تنازل انك ما تبي مني شيء اوكي ايه ابشر من عيني دي قبل دي بس تكفى عندي طلب ابيك ترشني رشتين بس عشان اروح البيت والحرمه تحبني قلب علي ما ادري ايش فيها قلب عليك اي والله لا 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 حرام ما تستاهل صراحه خلاص وقع التنازل واعطيك الرشتين ابشر يا روحي طال عمرك خلصنا مساء الخير مساء الحب يا حب بلا مساء بلا صباح جبت لي الطقم الألماس اللي قلت لك عنه ولا لا والله يا حياتي صراحة أنا نسيته بس لو تبغيني راح أجيبه الحين راح جبته عادي لا اش دعوة أصلا أنت أغلى من الذهب أغلى من الألماس أغلى من أي شيء حبيبي أصلا يكفي وجودك بحياتي هذا بس يكفيني للحين تبغاني أغسل الصحون في المطبخ؟ صحون؟ لا أنا أبغاك تنسى هذه الجملة تماما المطبخ أصلا هذا أنت ما راح تدخله مرة ثانية حبيبي أبدا أبدا أنا اللي بختمك أنا اللي راح أختمك حبيبي أنا أشكرك يا الخسرانة يا كفتة خسرانة طيبة قلبك وحنيك أقول لا تقعد تدعس اللي بس يا ابن الحلال شايف وجهه يا ياسر أترك الرجال في حاله اللي فيه كافيه ترى ربي ابتليك في عيالك قال الله ولا فالك تخيل بس اللي تعال كفتة كم واحدة شفتها شوفة شرعية وانحاشت واحد اثنين ثلاثة أربعة
14. تبي نصيحتي يا كفته؟ سو عمليه تجميل يمكن تزين امورك. احنا اخوياك يلا يلا متقبلينك. اقول لك ياسر، انت اللي بالك عملت تجميل في اخلاقك اللي زي الزفت هذه. كفة تنمر على الرجال. ددير بد ددير بد دربد دربد. اوف 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 اوف. وراك تبكي يا كفته. يبكي لان البنت اللي خطبها كرشته عقب ما شافت وجهه. يا اخي اسد يا ياسر، تراك ثقالت على الرجال. كفته تعال ابيك. وين بتاخذ بتخطبنا بعد؟ ما هو بشغلك. ترى من الحين اقول لك لا تتعب نفسك، بيكرشونك اذا شافوه. وش تبغى فيني يا عامر؟ خليني في حالي. اصبر يا كفته، لا تصيح يا اخي، عيب عليك. انا ما ابيك تصيح، ابيك تعطر، تضبط امورك، اوكي؟ يا لبي احبك يا كفته. وانا احبك يا عامر. اسمع، ابيك تدخل وتجلس جنب ياسر، ها؟ اوكي؟ لا تصيح، ما تصيح دموعك. يلا. شاطر. يلا انبسط استانس، ها؟ لا الحين صامل تبغى تتزوج يا الشبهة. يا لبيه يا لبيه. ايش بك؟ انت احسن واحد شفته بحياتي يا كفتة. ابد يا كفتة اطلق. اي واحدة تبيها انت اشر، بس قل ابي ذي ونجيبها لك. هاي فواهبيه. انا مستعد يا كفتة اعطيك اختي، ولنا الشرف اننا الناس بك يا حبيبي. لا لا لا، لا يكون اختك وجهها طويل مثل وجهك. حقك حقك يا كفتة، بينك وبينها الشوف الشرعية، عجبتك خذها، ما عجبتك دزها. عامر ايش الهرجة؟ وش انت مزين يا عامر؟ بعدين اعلمكم. سليمان صارت الساعة 10 وانت بعدك لا ذكرت ولا نمت. الا يما انا اذاكر، لكن ما اجي اذاكر قدامكم عشان ما تقولون علي منافق. هجلس اذاكر بغرفتي. ما شاء الله. اسمعني، هي كلمة واحدة، إن ما جبت ممتاز لا أشيل عنك البلاي ستيشن ولا عاد تشوفها، فهمت؟ ترى عارف أمي قول وفعل. أخي إيش سوي؟ بكرة علي اختبار علوم وصعب، ماني فاهم منه ولا شيء. عفو عليك، أنا ضبط. أحلو، ضبطني كيف؟ إيه بس ما تعلم أحد. بس أبشر بعز. استاذ استاذ. ها وش عندك سليمان؟ عندي سؤال. وش تبي؟ استاذ ما فهمت السؤال هذا. بس الاول صح والثاني صح، غلط صح صح، غلط غلط صح صح غلط. تعال ابي اعرف وش كثر مشتاق لي. كثر صبري كثر ما تطري علي. تعال أنا منتظر. تعال يا بعد روحي وكل ناسي وهلي. أبي أعرف هذا؟ أي نعم أنا. هيا هيا يا روحي، هيا تعالي قربي، راح تعرفي كل شيء. هيا. ترى هو شكله كذا من بعيد، بس إذا قربتي وش زينة وش حلاته. تعال. عيونك القتالة موافقة. ياوا وضبطت بربع تولة، وضبطت أموره، زواجها اليوم سريع سريع. من هو ويباع العطر ذا؟ علمن. اي والله يا أخي علمن. كلنا من فين تشتري البورفيوم الخطير هذا؟ كلنا بلاش حسد. تخبي على ود عمك سنعن. أقول مهبول أنت، هذا العطر الوحيد اللي في العالم ما يملكه إلا أنا. جاهز يا روحي. جايب الفطور لين عندي. الزواج مشاركة. طيب وده الماسك ليه الحين على وجهك؟ الإرشادات بتقول ربع ساعة، بس وجهي يبغاله 24 ساعة.
بس عشانك يا بيبي بشله. خير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما اصب لنفسي. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب كفتة. أتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص وزوجتي طردتني من البيت. ما بول أنت معطيك كمية تكفيك أسبوع، خلصت بيوم ما يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس، كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي بس منسي. أم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب يلا يلا لا يصدونك أمش يلا. الحمد لله والشكر لله، الله لا يبلانا. يبا سم في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء. وش السالفة؟ وش حملة التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجأة؟ بعدين الزبدة في علبة عطر لونها أسود ما شفتيها؟ لا ما شفتها. بعدين أرجوك لا تعطلني عن شغلي. وش السالفة؟ جوال قرقرقر. ابشري ابشري ولا يكون خاطرك الا طيب. ها سليمان خلص نظف هذا، روحي مطبخ وقص المواعين. ما في بلاي ستيشن. ابشري عمتي ميري. وين عامر؟ اروح اناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين انا اشوف وين هذا ولد مجنون. النشبة ذايبيك دربد. النشبة ذايبيك دربد. هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر، الربع تولة اللي عطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعلي يا عامر تكفى. يا ابوي دزها، الشغالة اخذت العطر تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر ابعطيك 50,000 ريال على ربع تولة بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. تندف كويس يا ابو عامر مية مية. الحمد لله كنت أنا أصابي تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش أنت لابس يا مهبول؟ لا أبد، بس فيني حساسية ورحت للدكتور أعطاني ذا القناع. ميري أبيس شوي. ميري أنا معلوم أنت شيل عطر، أعطني إياه بالهداوة علشان ما أفلم بس أوكي؟ علشان عطر أنت عشان بابا حاتبت أنا. والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمي من أبوي ولا ريال. عارفة ما ينفع معه لا عطر ولا أسلوب. إذا ما أنت مصدقتني
جرب يطلبي منه 5000. أها أبو آمر سمي يا خلفهم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لا زيادة على تمشي وتحصلين. آه ما قلت لس، أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة أنت كم يبيلس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا حاطك قطر. أبشري بعزز، لس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال والتذكرة دزيتها لك بالواتس. خير 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 إن شاء الله. شو اللي مسوي في نفسك أنت؟ رجعت حرب الخليج؟ لا بس عندنا حشرات بالبيت. خذ هذه الربع تولة. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. أنا ما أدري شلون بدونك عايش. ما له. تعال تعال. أنا اللي ما أدري بدونك شلون عايش. ميري. وصلها معك المطار على الدزة. لا تناظرني يلا. من يفتح السوم؟ 10000 ريال 10000 ريال 10 ريال 10 ريال. سلامات. داخل بقالة تشتري لبن أنت؟ وش للسوم النايمة؟ 100000 ريال. أبوك يا السوم البطل 100000 ريال من يزود يا عيال. أنا أحتاج هالعطر ما دام عليها الإقبال وفي صفقة تجارية كبيرة، ينفع؟ سلامات يا شنبو، أنت جاي تسأل ولا تسوم؟ أنا أسأل. 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال. من يزود من يزود من يزود من يزود من يزود. لو سمحت أنا طالبك يا الغالي، أبي هالعطر، أبي أقدم موعد العملية. والله تعبت. 500000 800 شوي لو سمحت. خلاص لا تبكي لا تبكي. أبكي. الفلوس تروح وتجي، أهم شيء صحتك. خذها والله يفداك. لا تبكي لا تبكي خلاص. العطر. يا بابا يا كفتة، كلمتوا لك المدير وقلت ابني كفتة بيمسك مكاني اليوم وأنت قد المسؤولية. الله الله بالأمانة، الله الله بالنظام، تطبقوا على كل الطلاب بالتساوي عشان إذا توفيتوا يا بابا تكمل مسيرة العملية. هذا حلمي يا أبويا. حلمك يا رمع أمور. حلمي أني أكمل مسيرتك. أهلا أهلا بحضرة المدير. على كفتة. اسمع يا كفتة، أبيك تصير مثل أبوك بالضبط، تبيض الوجه، فاهم؟ أبيك أمين، أبيك حازم، أبيك ذكي، كلها موجودة فيني طال عمرك.
كفو. وقف وقف، بأي صف أنت تدرس؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي؟ وهذا شنبك؟ أنت كبير. هيا هيا روح ثالث ثانوي. هيا ثالث ثانوي. ثالث ثانوي أوكي. يلا يا ولد أدخل. هيا وقف، افتح الشنطة ولا تقاوم. ليش أنا مش مسوي؟ أقول لك افتح الشنطة ولا تقاوم. هيا ايش هذا؟ اعترف. ساندويتش جبن. ساندويتش جبن؟ هيا هيا روح ولا تعودها. هيا شنو ما تعودها؟ شنو مسوي؟ اقول لك ادخل روح ولا ترى بمنعك من دخول المدرسة. هيا ام عاد كفتة، وش عندك هنا؟ انا مغطي مكان ابويا، معاكم ممنوعات. سبها سبها، سوي تفتيش المطار انت وجهك. اسكت، لا امسك على اذنك الحين. لا لا احد ابوي، لا تمس ولا شيء. ايه احنا اخويانك. اخوياني ولا اعدائي؟ النظام نظام. اقول لك خليك على جنب لين افضالكم، ممنوع تدخلوا. ايه ورع انت، ورق قربت علينا. انا ورع؟ هذا قذف يا عامر، راح ارفع فيك شكوى. لا لا اسمع اسمع خلي علي. يا كفته يا قلبي ويا عمري ويا روحي، مشها يا ابن الحلال عشاني هالمره. وانا اسف، اعتذر لك يا كفته، زعلت مني اعتذر لك، بس تكفى الحصه الاولى كيمياء واحبها ودي احضرها. لا تبكي يا عامر، انا مسامحك. هيا هيا ادخل ادخل انت وهو. يلا هيا. سرعه التفاعل الكيميائي ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها انه لكل تفاعل كيميائي سرعه محدده، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. ارفع يد قبل لا تجاوب. بعدين انت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. ايش رايك تجي بمكاني واروح مكانك؟ ندري انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها، وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص ماده الكيمياء تعالي بعد الحصه، خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص ماده الكيمياء بس انت هد هد واسمعني، ابيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق بالنجاح من زمان. اختراع ايش؟ اختراع محلول يحول الورق الى قماش. الموضوع دارسة يا استاذ ومدركة، بس احتاج تطبيقة علمية. تكفي يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوي يا والله يا استاذ. من زود الحماس بيصير عالم خوينا. بس انت وياه، اقطع الصوت خلينا نكمل الدرس. شوفوا بالتواضع نزل معنا الفسحة اليوم. العالم عامر بن الحيان براسه. أقول دزها أنت ويانا يقوم البوكس الحين. عالم رحيم ضربات؟ عالم طرق عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب عقب أنت. تعال يا روح يا هدى، سيبك منه. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزرة، سفاهم بس. إي والله صادق. أسكت يا طالب أنت ويا. خافوا مني، المسؤولية صعبة. التجربة ذي مسكت براسي، مسويها يعني مسويها يا عيال. كفو عليك يا عامر. أقول هد ها، وين بتسويها يعني؟ مثلا في بيتكم؟ يا ابن الحلال يبغى لها مختبر، يبغى لها معدات، صمها وأنا أخوك ها؟ أقول صمها أنت بس، وش اللي معدات؟ توظم موتر أنت؟ اسمها أدوات مختبرية. يا ابن الحلال وش دراني؟ أنا أكره مادة عندي في ذا الدنيا ذا الكيمياء، ما أدري وش اللي حببك فيها أصلا. مو بشغلك، أوكي؟ يا عيال الحل عندي، تعالوا معايا. عمي كفتة في آخر الليل كده ما في أي مخلوق، أفتح لنا باب المدرسة وروح. لا لا لا، هذه خيانة للأمانة، النظام نظام. أما عام خلوا علي يا عيال، كفتة واللي يسدد عنك قطة الاستراحة لمدة سنة. الساعة كم تبغوا؟ يا حبيبي لعبة الكيمياء وكفتة مشينا. يا عيال دسبها، شكله سحب علينا. فال الله ولا فالك، قول خير. دلخ انت ساعة عشان تفتح الباب. اقول لك احترم نفسك ولا بمنعك من دخول المدرسة بكرة. عمي كفتة ما هو مشكلة، دخلني الحين وبكرة لا تدخلني. هي هي
سكر الباب. لحظة، تبغون تروحون غرفة المدرسين؟ فيها ثلاجة مليانة أكل، جيب، بيض، تونة، مربى، كل شيء. أنا من يوم ما شفت عيال أقول جبن، بيض، أقول أمشي قدامي، أمشي قدامي يا ورع. الباب مقفل والمفاتيح معايا. طيب يا كفتة يا حبيبي، أدينا المفتاح. يا أبوي، مفاتيح مدارس الرياض كلها هذي. طيب كفتة حبيبي، تعرف مفتاح المختبر من ذولي؟ أيوة. وينه؟ من ضمن هذه المفاتيح. يا عيال ما في وقت، خلونا نجرب واحد واحد إلين ما نلقاه. يلا. انت فين المفتاح؟ اقول نأجل الموضوع الين الفقي ده يجيب المفتاح. ما انا طالع من هنا الين ما خلص التجربه. لو اكسر الباب يا غبي انت وياه. طلع الباب مفتوح. قاعد تكتب انت المعادله الكيميائيه. يلا عيال مشينا الحين نطبقها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الساعة 6 الصباح ما خلصنا من اختراعك الخردة، الطلاب حييجوا. يا عيال اصبروا، خمس دقايق وتكون النتيجة جاهزة وندخل التاريخ كلنا. أنا لا تحطون اسمي معاكم، لأنه أبوي لو عرف إني أنا اللي دخلتكم المختبر راح يضربني. وكفاية عامل إنك تدفع الإيجار حق الاستراحة لمدة سنة قدام. وكل يوم تضربيني على أي شيء، ترى هذه ما هي بحياة. المدير المدير طلعنا برا. يا عيال ما بقى شيء على الاختراع، وراكم انتم. طز في الاختراع، بنروح فيها لو اتفسكنا. يا عيال زبلنا. هيا هيا. ليه حياتي ليه كذا؟ ليه ما عاد خليتي لي قيمه؟ تمدين يدك علي قدام عيالي؟ حرام عليك، حتى قدام الشغاله ضربتيني. ليه مسوي قدامنا قوي وقدام زوجته دجاجه؟ كفته الحين في باب ثاني غير ذاك الباب؟ ياوا بس مقفل ومفتاحه معايا. لا لا لا، اذا على مفاتيحك ذي اسلم نفسي ولا ادور فيها. خلاص خلاص يا حياتي، خلاص خلاص انا برجع، بس بشرط ما تمدين يدك علي مره ثانيه. خلاص؟ لا لا قولي وعد، احلفي. خلاص طيب، يلا مع السلامه حياتي. هلا حبيبتي. قلبي لا، انت رجعتي في كلامك مره ثانيه. لا لا كذا خلاص، ماني براجع البيت ويمكن انوم في المدرسه بعد. لا يلا يلا مع السلامه.
هذول يا كفتة؟ أخواني إبراهيم ياوة ناجي ياوة حسن ياوة يحيى ياوة وعبده ياوة. هذول منهم؟ هذول أخواني. وأنت من أنت؟ كفتة. يا كفتة هد أخوانك، خلهم يهدون. هيا هيا اهدوا اهدوا، هيا روحوا، هيا اجلسوا. أبويا يبغاك، يقول ما شافك من أمس، وينك يا سرسري؟ أقول لكم يا جماعة خلوكم هنا وأنا بروح عند أبويا أشوف إيش يبغى. يا عيال وش العلم الحين؟ يا حبيبي ترى الساعة 6 الحين، خل نفقع قبل ما يجون الطلاب. ما نبغى أطفال وقروشة، خل نمشي. يلا مشينا. زبلنا مدرسين وطلاب جو يا ابن الحلال. يا ابوي اي مكان نشرب منه. بسيطه، روح من هنا وادخل يمين وبعدين امشي على طول، حتلاقي لك باب، ادخل من عنده حتلاقيه سور ممدود كذا، اطلع لفوق وهرب من عنده. كفو كفته. يلا يا ابن هيا. ليش جاي بدري؟ هيا لفصلك هيا. يلا يا اصيل. يلا صباح خير الشفاعه. يلا باقي ما بدت الحصه الاولى وشاردين. الله يهب لك قنبله. واحد اثنين ثلاثة اربع، واحد اثنين ثلاثة اربع. نتمرن يا استاذ نتمرن. ايش التسيب هذا التوية؟ ياوا. اقول لك هيا انزل التوية. ياوا. ما هو 20 سنة 20 سنة وبلا فقط وانا اخدم في هالمدرسة هذه، ما عمر طالب من الطلاب اللي موجودين عندي فكر او راودته نفسه انه ينحاش من المدرسه. انا اسمي بس يرعب الطلاب والمدرسين على حد سواء. تدرون ايش يسموني؟ يسموني اسد الاداره. اسد قدامنا وقدام زوجته دجاجه. اقول خلكم واقفين لو سمحتوا برا. رد رد عادي ترى. برد. أقول لعلمكم تراني بأستدعي أولياء أموركم للعلم. فضل ما لها داعي الشخص يا استاذ، لا تشخص الموضوع. أقول طلع وراء. سم هلا عمري. اختراع محلول يحول الورق الى قماش. شوفت عينكم، شوفت عينكم يا جماعة الخير، شوفوا جايين لا مستعدين للدراسة وأصلاً مو بوجيه دراسة ذولي، لا كتب لا ملابس، هذا لكم قدامكم. أبا يا عامر كل هذا حصل منك؟ لكن هين هين الوعد عندي في البيت. عشان كده أمس ما جيت البيت ها؟ فتبت يا واد يا داشر. كنا زراعة من ياسر وينكم في من أمس؟ وين كنتوا؟ احنا كنا في الاستراحة. انا اللي مستغرب يا جماعة الخير ان الثلاثة هذولي من خيرة الطلاب عندي في المدرسة، خاصة عامر ما شاء الله عليه، خصوصا في مادة الكيمياء. لك وش تقول؟ رفقاء السوء والعياذ بالله. اسمع يا استاذ، انتم لكم اللحم وللعظام. والله انا اقول مدام جو اليوم وجيههم هم بوجيه دراسة ولا هم مستعدين، أنا أقول خذوهم معكم، ثم إذا جابات الله يحفظك ويطول في عمرك أنا اللي تصرف من ثاني معهم.
من صاحب هذا الاكتشاف؟ أنا الحالي طال عمرك، وصدقني هالاختراع هذا ما جاء إلا بعد تعب سنين وسهر وخلها على الله، بس الحمد لله بالنهاية نجحت. وبصراحة يعني أدائك الوظيفي يكاد يكون سيء للأمانة، يعني عليك بعض الملاحظات وبعض التأخيرات، لكن بعد الاكتشاف هذا راح يشفع لك.